خطر يهدد السدود التركية بسبب الزلزال، وفيضانات قد تضرب شرقي سوريا وغربي العراق. هذه بعض الأخبار التي يتم تداولها مؤخراً. لكن كل تلك الأخبار غير صحيحة، والحقيقة على الأرض تختلف تماماً. هنا قرية التلول آخر نقطة في شمالي سوريا قرب الأراضي التركية، وهذا الفيضان في القرية تسبب به انهيار جزء من سد ترابي على نهر الحاصل. أما داخل الأراضي التركية فهاتان هما ضفتان النهر، وما تركه الزلزال من تشققات عليهما. أما عن السدود التركية الموجودة في المناطق التي ضربها الزلزال، فتلك المناطق تتضمن 110 سدود و30 بحيرة، وبحسب الحكومة التركية تعمل تلك السدود بشكل طبيعي وهياكلها سليمة ولم تصب بأي ضرر بسبب الزلزال. ولكن هناك 8 سدود شهدت وجود تشققات طفيفة في قمتها، منها سد ريحانية في هاتاي، وسد كارتالكايا في كهرمان مرعش، وسد سلطان سويو هنا في ملاطيا، والذي تم خفض منسوب المياه فيه كإجراء احترازي. وبحسب تصريحات وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي، الفرق الحكومية تتابع الوضع على الأرض وتتفقد سلامة تلك السدود باستمرار. تصريح الوزير التركي بأنه لا تهديد لسلامة تلك السدود بسبب الزلزال أكده وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، وهو رأي يشاركهم به الخبير العراقي عادل المختار، معتبرا أن تلك السدود لم تتعرض لخطر حقيقي يستدعي القلق.